بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم على آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا خالق الأكوان صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الذي خلقته في أحسن تقويم، صلاة تظهر خلقي وخلقي على أحسن تقويم بكمال الإيمان والأعمال الصالحات، متحققا بقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يا الله، يا من أحسن كل شيء خلقه، يا أحسن الخالقين. اللهم يا بارئ الأكوان على غير مثال، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الذي برأته على صورة تبرأ فيها من كل عيب ونقصان حتى صار سيد الأكوان، صلاة أبرأ بها من كل عيب ونقص فتصير صورته حقيقتي وحقيقته جامعة ولم الظاهرة والباطنة، يا نعم المجيب. اللهم يا مصور بني آدم في أحسن صورة، فنعم الخالق الذي أظهر المخلوقات، ونعم البارئ الذي شكلها وهيأها ووقتها، والمصور الذي جملها وأخرجها في أحسن صورة. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الذي أحسنت خلقه وخلقه فكان إماما للمحسنين، صلاة أحمدك على ما صورتني وشققت سمعي وبصري فأكون من القليل في قولك وقليل من عبادي الشكور. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب باهية النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله ابن أبي جمرة الأزدي الأندلسي، المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة، رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخه وتلامذته وقراء تصانيفه وزواره في الدارين آمين. الوجه 39 في الحديث 47، حديث رؤية المولى عز وجل يوم القيامة، ووقفنا عند حال آخر من يخرج من النار، فيخرج من النار ويقف بين الجنة والنار ويكون وجهه موجها إلى النار، فيدعو الله أن يغير وجهه إلى جهة بعيدة عن النار، لأنه قد قشبه نتنها وريحها وحرها، ويأخذ الله عليه المواثيق ألا يسأله شيئا آخر، وهو يعلم أنه لم يفعل شيء يستحق أن يتنعم، لأنه آخر خروجا من النار، أي أنه مات على التوحيد ولم يقدم شيء أبدا قط خير، فعدم فعله للخير أداه إلى عدم حسن ظنه بالله وحسن دعائه من الله، فدعا الله على قدر ضيق العبد لا على قدر وسع العبد. وسع الرب، عندما تدعو تدعو الله على قدره لا على قدرك، فالله واسع كريم، ولكن هو لأنه لم يعمل من الأعمال التي تؤهله أن يخاطب الله، لأنه لم يتعود خطابه في الدنيا، هو فقط آمن واجتمع الإيمان في قلبه ولم يفعل شيء قط، لا تسبيحة ولا ذكر ولا تحميدة ولا حتى دعاء ولا رجاء ولا نفقة على مسكين ولا صيام ولا صلاة ولا حج ولا جهاد ولا حتى نصيحة لمسلم، قضى عمره على كده إلى أن مات، فمات في حالة شديدة من الغفلة جعلته آخر الناس خروجا من النار. فلما كان على هذه الحال لم يعتد مناجاة ربه، فطلب على قدر وسعه هو،
فغاية ما يتمنى عندما خرج من النار أن يتحوله عن النار إلى جهة أخرى، غاية ما يتمنى. فسأل الله على قدر وسعه، وهذا يدلك على أن الإنسان لابد ألا يخلو من رجاء الله في أي حال كان. نستفيد من هذا أن هذا الرجل إيمانه بالله جعله عنده رجاء بالرغم أنه يعلم أنه غير مستحق، ودي نستفيد منه بهذا، نتعلم منه الحتة دي، أنك أنت بتطلب من الله لا باستحقاق، ده من فضل الله، دي في حد ذاتها إيمان كبير في هذا الرجل اللي احنا بنقول عليه ضعيف العمل، إلا أنه برضو عنده حتة هامة، وهو أهلته هذه النقطة في إيمانه أنه يكون أهل لأنه يناجي ربه وأن ربنا يجاوبه، دي بحد ذاتها شرف كبير. صحيح احنا بنقول أنه هو لما ناجى ربه ناجاه من ضيق العبد لا من سعة الرب، لكن الله استجاب له والله حاوره وكلمه والتفت إليه، كل هذا تشريف وتكريم، ما بعده تكريم لأنه وجده أنه يرجوه مع كمال الافتقار، هو لا يرى لنفسه مزية ولا يرى لنفسه استحقاق، ولكن غاية أمله أن ربنا سبحانه وتعالى يعني يفرج ما هو فيه يعني بقدر بسيط على قدره، لأنه ما زي ما تقول بلغة المصريين ما عندوش عين يسأل ربنا أكتر من كده، لأنه ما عملش حاجة كويسة في عمره. فهنا بيقول لك في الوجه ده فيه دليل آخر في قوة الرجاء في قضاء حاجة من لا يعرف من الأدعية شيئا، يعني ربنا مش عايز واحد لبق يعني عشان يدعوه، أو الراجل ده مش عارف يدعي ربنا كويس ولا عنده لباقة ولا عنده حاجة خالص، ولكن ربنا استجاب له برضه. فالحكاية مش لباقة في الدعاء بقدر ما هي اضطرار ورجاء في الله وحسن ظن بالله. مش مهم هتقول ايه، المهم انت حالك ايه. فالمسألة مش كلام منمق، وربنا بيغتر بالكلام المنمق من قلب غافل، لا، ده ممكن يبقى كلام غير منمق خالص وملخبط خالص ويأتي من قلب مقبل على الله، يقوم ربنا هو اللي يستف له كلام، ومش كده وبس، ويلهمه كمان ازاي يقول، لان هنيجي في الاخر هنقول ان ربنا هيذكره هيقول له اتمنى، يقوم يتمنى على قد، يقوم ربنا يذكره حاجات ما قالهاش، يقول له كذا، يقول له كذا يا رب صحيح، يقول له كذا كمان صحيح وكذا، يعني يفضل ربنا يذكره كمان، يذكره يذكره. كل ده من رحمة ربنا بعباده، وده يدي لك أمل ورجاء في الله، بحيث أن الإنسان لا ييأس من رحمة الله، لأنه لا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون اللي هو ما يعرفش أن ربنا لطيف بعباده، وأن ربنا رحيم، أن ربنا حليم، أن ربنا كريم، أن ربنا يعطي بلا استحقاق، لأن العبد أصلا لا يستحق لأنه لا يملك شيء، لأن الحكاية كلها محض فضل من الله. وعلى شكل بيقول لك فيه دليل آخر في قوة الرجاء في قضاء حاجة من لا يعرف من الأدعية شيئا. في واحد من الصحابة نشأ في البداية أعرابي، أسلم وقعد يومين في المدينة، فطول النهار قاعد يشوف سيدنا أبو بكر يرفع إيده ويقعد يدعي عليه كتير قوي، ويشوف النبي بعد الصلاة يقعد يدعي عليه كتير قوي، فقام قال لرسول الله: يا رسول الله، أنا لا أحسن شيئا من تمتمتك ولا تمتمة أبي بكر، انتوا قاعدين تقولوا حاجات كتيره وانا ما اعرفهاش، انا لا احسن شيئا من هذا، ولكن اسال الله الجنه واعوذ به من النار. فرسول الله قال له ايه؟ حولهما ندندن، يعني اطمئن، خليك زي ما انت كويس كده، احنا حول المعنى ده احنا بندندن. فالحكايه بسيطه، يعني ربنا مش محتاج من العبد كلام كتير. انا كنت اعرف احد الاولياء رحمه الله كان اما يجي يدعي ربنا يعمل ايه؟ بس كأنه بيعرض حاله، يعني ما بتكلمش، وراح عامل كده. قلت ايه؟ يقول لي عرضت عليه حالي، خلاص هو بقى اعلم باللي يصلحني، لان يمكن اساله حاجه تصلحني، افتكرها تصلحني، تطلع مصيبه علي. شوف العلم بالله بقى، لان الانسان ساعات يبقى يجي يدعي حاجه ويلح عليها ويبقى هي السم فيها، وادي المصيبه اللي بتحصل،
ومنهم من عهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن. كان قبل ما يدي ربنا المال كتير كان بيصلي مع النبي وكان صحابي كويس وجليل. لما ربنا استجاب له واداله أموال كتير عمل إيه؟ بغى وطغى ومطلعش الزكاة وبطل يحضر الصلوات. بعد كان بيحضر الخمس صلوات مع النبي بقى يدوب يحضر الفجر بالعافية، وبعد شوية ما بقاش يحضر إلا الجمعة. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم بعت له موظف الزكاة عشان يديله الزكاة، قال له الأموال عندنا طلبات كتيرة وعندنا يعني مديونيات كثيرة وما في سيولة، هندي إيه ولا إيه؟ وامتنع عن أداء الزكاة. طب ما كان فقير وكان في رحمة، فقعد يدعي أن ربنا يكتر له ماله، وكان الدعاء ده هو السم في الدسم. وعلشان كده كثير من الناس ربما منعهم الأدب من كثرة الطلب. احيانا يكون الادب مع الله لا تكثر الطلب، لان انت مش عارف ايه اللي يصلحك، تقوم ترفع ايدك كده وتسبح وتحمد وتصلي على النبي وتقرا الفاتحه وتقرا قران وتسكت. من شغله ذكري عن مسالتي اعطيت ما اعطي خير ما اعطي السائلين. فهنا بيقول لك فيه دليل آخر في قوة الرجاء في قضاء حاجة من لا يعرف من الأدعية شيئا، إذا ذكرها لمولاه يؤخذ ذلك من أن هذا لم يدعو بشيء من الأدعية، وإنما طلب حاجة وشكى ضره. غاية ما هنالك قال له إيه؟ يا رب اصرف وجهي بس عن النار، لقد قشبني ريحها ونتنها. بس هي دي الحكاية. وذكر ما هو فيه فأجيب في مسألته وكشف ضره. وقد دخلت مرة على بعض أهل الخير رحمه الله وهو ينادي ويقول ارحمني والسلام، وهو مستغرق في حاله، يعني يقول ارحمني والسلام بس يقول كده. فقلت ما هذا السؤال؟ ايه الدعوة الغريبة دي؟ فقال لي دعني فإني تفكرت في الدنيا وما فيها من البلاء والهموم وفي الآخرة وما فيها من المحن والأهوال، فلم أدري بماذا أدعو ولا كم ذا أعدد. فقلت ارحمني والسلام، فوجدت حلاوة لكلامه في الوقت، وإلى هلم جرى كلما ذكرته وجدت تلك الحلاوة، فعلمت أنه صادق. فقلت له حسن ما فعل، فعاش على خير ثم رزق الشهادة عند موته، فعلمت أن الله سبحانه وتعالى استجاب له بفضله لما رزقه في الوقت من الصدق مع مولاه من الله. من الله علينا بذلك بمنه. ويقوي هذا الرجاء الذي أشرنا إليه قوله جل جلاله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقوله: فيقول هل عسيت إن فعل ذلك إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك. خد بالك إن ربنا لما بيسأله السؤال ده يعني بيقول له اسأل غير ذلك، لكن هو ما فهمش من الشدة اللي هو فيها. ما هو واقف شامم نتانة والنار حرقة وشه وجسمه ومتضايق، فمن الكرب ما فهمش إشارة ربنا. ربنا بيقول له خد بالك ما تسألنيش حاجة غير دي. فلو عرف يقول له أدم مش حاسس على الحاجة دي بقى، طب اديني كذا وكذا وكذا، أدم دي آخر مرة مثلا. كأن ربنا بيلقنه أنه يزود، بس هو ما أدركش التلقين، ما أدركش التلقين لأسباب كثيرة. ممكن يكون لجهله بالله مع إيمانه بالله، لأن ليس كل مؤمن بالله عالم بالله. فهو مؤمن لأنه طلع من النار، لكن قد يكون جاهلا بالله. ما علشان كده حتى في القرآن ربنا يقول ايه؟ ما غرك بربك ايه؟ علشان كأنه بيقول لك قول كرمك، كأنه بيلقنك الإجابة. يعني لما ربنا يسألك ما غرك بربك الكريم تقول له كرمك يا رب، يوم ربنا يفرح بيك، يعني بيلقنك الإجابة. ما عارف لو ما كانش عايز يلقنك الإجابة عشان يرحمك كان يقول لك ما غرك بربك القهار شديد العقاب، ده يبقى ناوي بقى يعاقبك. لكن ده بيقول لك وانت في حال المعصية والذنوب ومتهم اتهام شديد وخلاص هيحكم عليك بالإعدام، بيقول لك بربك الكريم عشان يقول لك كرمك يا رب، تقول له كرمك. فالقطها بقى
القطها وافهمها، يعني ربنا بيديك إشارة خيط تبتدي تمسكه علشان يكون سبب لرحمتك. هو ما أدركش الخيط ده، هو بيقول له بس اصرف وجهي يا رب، انا تعبت من وش اللي في النار ده طول النهار كده. ده دليل ان الانسان في الاخره ليس له اختيار ان يوجه نفسه كيف شاء. دي برضو يعرفك، يعني احنا في الدنيا عندك نوع من الاختيار، ماشي في حته حر ممكن تروح حته ظل، قاعد في حته ظل وفيها حر تدخل في حته فيها تكييف، تغير المكان تغير العتبه زي ما بيقول المصريين. لكن ده مش عارف يغير العتبه حتى، ده دليل ان في الآخرة فيها قوانين مختلفة، انه هيلاقي نفسه في حتة ما يعرفش يخرج منها الا بإذن ربه. يعني هو ليس له اختيار في الآخرة ان هو يوجه وشه عكس النار، مش ما يقدرش. فنلقط منها هذه اللقطة ايضا علشان تبين لك حال اهل الآخرة في اللحظة دي. طب ما هو بيفكر، هو ما هو سأل ربنا برضه، هو سأل ربنا، ما هو قاعد يفكر اخلص انا بالحكايه ازاي، فسأل ربنا. صعوبة الموقف في حته السؤال مش يعني مش هو فكر يعني ان هو، لكن هو ما كانش يقدر يحود وشه. بس هو ده اللي انا بقوله، انا قلت خلاف هذا، انا مش مختلف معاك. ما هو احنا بنقول انه سأل ربنا، لكن سأل ربنا حاجة أنت تقدر تعملها من غير ما تسأل ربنا في الدنيا. لو لقيت هوا جاي لك من جهة، يقول لك الباب اللي جاي لك منه الريح، سده واستريح، مش كده برضه؟ لكن هو ما يقدرش يسده، يبقى ما عندوش، يبقى هو فاقد قدرة كانت عندك في الدنيا، واخد بالك؟ وهو في الآخرة هذه القدرة إن هو يقدر يتخلص من عقوبة ربنا، لا مناص من انه يهرب من عقوبة ربنا، ما يعرفش يهرب. فهمت ازاي؟ لكن في الدنيا انت ممكن تتحايل، عندك نوع من الحيلة، هنا ما عندوش حيلة الا ان ربنا هو اللي يحوله. فهمت المسألة؟ هي دي النقطة اللي انا بقولها، مش معنى كده انه ما عملش فكره، هو عنده فكر لكن هو ما عندوش حيلة، ان هو فكره غاية فكره انه يطلب من ربه ان يديله هذه القوة. واضح؟ فيقول هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك، معناه فهل تطلب زيادة إن فعل ذلك بك، كما قال جل جلاله فهل عسيتم إن توليتم، قيل معناه تريدون، وبدل تريدون هنا قول أن تسأل غير ذلك، ومعناه فيقول الحق سبحانه وتعالى وما سكت عن ذكره هنا إلا لأن خطاب العبد كان له أولا، فهو سبحانه المجاوب له، ولو كان غيره هو الذي جاوبه لذكره، لأن عادة التخاطب لا يجاوب إلا الذي خوطب، فإن كان خلاف ذلك ذكر لخروج من العادة المعلومة. يعني اللي جاوبه ربنا بغير واسطة، دي برضو كرامة لأهل الموقف. الوجه الأربعين، فيقول لا وعزتك. ده لبس نفسه تهمة، يعني ضيق على نفسه واسع، قال له مش هسأل غير كده بقى تاني خلاص، ومش كده وبس، وعزتك كمان، بيحلف بربنا. هنا إشارة صوفية، وهي أن فرحه أوجب مبادرته باليمين، فعلى مذهب الصوفية يكون فرحه بالمخاطبة أكبر من قضاء الحاجة. ده هو أول ما سأل ربنا ولقى ربنا جاوبه، مش فرح إن ربنا هينفذ له طلبه، ده فرح إن ربنا جاوبه، يعني لقى إجابة، لقى استجابة من الله، إن ربنا أرعاه اهتمامه ورد طلبه وبيعرض عليه كمان، فمن شدة فرحه نسي يطلب زيادة. شفت قد إيه؟ من شدة شوقه إن ربنا كلمه، فيبقى فرحه هنا مش عشان ربنا هيجاوبه، لا، ده إن ربنا كلمه. ده هو لما سأل كان متصور إنه هيسأل ومش هيلاقي حد يجاوبه، فبيقول الحكاية دي، بيقولها في نفسه، يعني يا رب بس لو تصرف وجهي، وهو بيقولها كده في نفسه، بس لا ربنا بيجاوب، يا فرح قوي، قال لا وعزتك خلاص مش هسألك، الحمد لله انك جاوبتني. فهمت بقى؟ ففرح فرح شديد، انساه انه يزود في الطلب من شدة الفرح، فيبقى فرحه اساسا
بجواب الله له لا بصرف وجهه عن النار. يعني فرح بنعمة خطاب الله مش بإيه، مش بنعمة صرف وجهه. العوام يقول لك اه ده فرح ان ربنا هيصرف وجهه عن النار. لا والله، ده الحقيقة انه فرح ان ربنا خطبه، دي في حد ذاتها نسيته كل الهموم اللي هو فيه، ان ليه رب ولسه بيستجيب لي، فيكون فرحه بالمخاطبة أكبر من قضاء الحاجة. لأنهم يقولون من لم يرى النعمة إلا في قضاء الحاجة فذلك محجوب، وإنما النعمة في التفات المولى المولي. وجوابهم وإنما النعمة في التفات الموالي وجوابهم. وأهل الحجاب يقولون هنا فرحه بحاجته أوجب له مبادرته باليمين. الوجه الواحد والأربعون قوله فيعطي الله عز وجل ما شاء من عهد وميثاق، هنا دليل على أن العهد آكد من اليمين. يعني وقال وعزتك مش حسن، ومش كده بس، ربنا بقى قال له لا هات العهود كمان، يبقى العهد أقوى من اليمين. اليمين لكفارة، إنما العهد ما تعرفش، ربنا قالك في العهد وأوفوا بالعهد، وفي اليمين قال ممكن تكفر. يعني اليمين لي حل، انما العهد لا خلاص، ده كانك ربطك، فيبقى العهد اقوى من اليمين. وعشان كده ربنا اخذ عليه العهود ليبين ان العهد اقوى من اليمين. اليمين له كفار، انما العهد صعب. دليل على ان العهد اكد في الوثق من الايمان، لان المولى سبحانه لم يقنعه منه ما اقسم به حتى اخذ عليه العهد والميثاق. والعله في ذلك قد ذكرها العلماء، وهي ان الايمان جعل فيها المخرج وهي الكفاره بعد الحنث او قبله، والعهد لم يجعل له مخرجا بل زيد فيه تاكيدا لقوله عز وجل واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا، وقوله فاذا اقبل يوجيه على الجنه. ربنا بقى سبحانه وتعالى كان ممكن يصرف وجهه لا الجنة ولا النار، لكن ربنا علشان يريد ان هو يغري بطلب جديد يوم يخلي وجهه على الجنة عشان يديله الاغراء ان هو يطلب تاني. يعني هو ربنا سبحانه وتعالى يريد ان هو يحكم له في الاخر بالنعيم، لانه لو كان ربنا لا يريد منه ان هو يديله النعيم كان ممكن يديله وجهه لا الجنه ولا النار، او يبعد عنه النار وخلاص ويبش كده لاي حاجه تانية زي ايه يعني، ما اعرفش اي حاجه تانية وخلاص. لا، ده ربنا خلاه كمان يدي وشه للجنه ويديله حواس يطلع بيها على اللي في الجنه كمان، ويجيله ريح من الجنه يشمه، كل ده يغريه انه يطلب. كل ما يجي يشم ريح ويجي يطلب يتكسب، ده لسه مدي العهود هقول ايه، بس يقعد ساكت لحد ما صبره ينفد، وفي الاخر يقول يا رب بقى اديني دخلني الجنه او قربني بس على الباب بس اشوف اكتر يعني، بس انا شايف من بعيد عايز اشوف من قريب. فهمت طبيعه الانسان كده، لا يقنع، يعني الانسان لا يشبع، طبيعته كده لا يشبع، حتى في لما في الاخره هيطلع كده برضه ما يشبعش. فإذا أقبل بوجهه على الجنة، على هنا بمعنى إلى، فأقبل بوجهه يعني إلى الجنة، على يعني إلى، لأن تملي يقول لك حروف الجر تتعاور، علماء اللغة يقول لك تتعاور يعني إيه؟ يعني تيجي كلها تحل محل بعضها، بس كل ما يجي حرف جر يحل محل حرف جر تاني لازم يكون في معنى زايد، في تضمين معنى جديد، مش الحكاية كده وخلاص. يعني لما يقول مثلا ايه فاقبل وجيه على الجنه، ما قالش ليه الى الجنه، قال على، يعني حيث علو مقام اهل الجنه فنظر اليها. فعلى تبين لك العلو المقام، تدي لك معنى جديد يسموه التضمين. يبقى لو جاب لك حرف جر غير الحرف المعتاد لازم تعرف ان في معنى مضمن جوه الجمله لازم تدركه. يعني مثلا ايه في القرآن، تمر علينا حاجات في القرآن كتيرة زي دي،
وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. للذين هم ما قالوش للذين آمنوا، ده الذين كفروا قالوا عن الذين آمنوا للذين كفروا مثله، لو كان خيرا مش كده ما سبقونا إليه. هم اللي خلاها للذين آمنوا هي على الذين آمنوا، يعني هنا وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا، سورة الأحقاف، للذين لو كان خيرا ما سبقونا إليه، يعني قالوا عن الذين آمنوا. يبقى كأن هنا للذين آمنوا أي اللام لام الملك، أي ما تملكه الذين آمنوا بإيمانهم، فذكروا أنهم يدعون أنهم تملكوا ما لا نملك، ونحن ندعي أنهم لا يملكون شيئا بسبب كفره، فنفوا تملك المؤمنين للإيمان وللجنة ولرضا ربنا، وفي نفس الوقت أمروا غيرهم إن هم يعرضوا عنهم. فلو قال عن ما كانش ادالك المعنى ده، إن هم كفروا بما عند المؤمنين أولا، ثم بعد ذلك دفعوا غيرهم أن يعرضوا عن طريق المؤمنين. كل ده لما قالك للذين آمنوا، لو قال عن الذين آمنوا ما كانتش ادك المعنى التالي. فيبقى ايه، في حاجة اسمها التضمين، دي حاجة مهمة ناخد بالنا منها. زي مثلا ايه، وقال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. ربنا المفروض في لغة العرب عاد إلى، مش عاد فيه. أنا قلت عدت إلى البيت، عدت إلى المسجد، إيه عاد في دي؟ أنت تقول عدت في البيت، ما تجيش دي. لكن هنا يقول لتعودن في ملتنا، طب وليه جاب في مكان إلى؟ ليضمن معنى أنهم لم يكونوا في الكفر أصلا، إن سيدنا شعيب ما كانش في ملتهم أصلا قبل أن يدعوهم، لعصمة النبي عن الكفر قبل البعثة وبعدها. فلما قال لتعودن في ملتنا أي تدخلوا فيها حيث أنكم لم تكونوا فيها من قبل، يبقى لما قال لتعودن في ملتنا بيّن عصمة الرسل عن الكفر قبل البعثة وبعدها بكلمة فيه. لو قال إلى ملتنا لدل على أنهم كانوا في ملتهم فتركوها. فهمت بقى المسألة؟ فيبقى تملي كده لما يجي حرف الجر مختلف عن المعتاد لازم تفكر ليه، بالذات لما يكون اللي بيقول الكلام فصيح. الفصيح لما يقول الكلام لازم يكون في معنى بلاغي يريده، وهنا النبي أفصح العرب والقرآن أفصح الكلام. فلما يجي النبي يقول حاجة زي دي لازم تقعد تفكر بقى ليه النبي اختار كده صلى الله عليه وسلم. عشان كده بيقول لك فإذا أقبل بوجهه على الجنة، يعني إلى الجنة، يعني إلى جهة الجنة مطلعا عليها، لأن قد يكون إلى الجنة غير مطلع عليها، مش كده برضو؟ لكن هنا لما قال على الجنة يعني وجهه إلى جهة الجنة مطلعا عليها، فلما قال على الجنة بين لك المعنيين بأقل لفظ، واضح؟ فدي كلها نقط. وكلمة على تبين العلو، يعني اطلع عليها لبيان علو شأنها. فشوف كل الكلام ده دخل في كلمة على بس، عشان كده يقول لك كل البلاغة في حروف الجر، كل بلاغة العرب ولغتها كلها في حروف الجر، لدرجة ان الامام الجرجاني وكثير من علماء اللغة قعدوا يتكلموا في الحروف القرآنية بس، يمسك لك القرآن كده في كل جملة وفيها حرف ويقعد يتكلم لك على وجوه الإعجاز في هذه الحروف، إن ليه ربنا اختار الحرف ده وما اختارش الحرف الثاني، يبين لك وجوه إعجاز غريبة. فكل السر في الحروف أكتر ما هو في إيه، في الكلمات اللي بجوار بعدها البعض. فإذا أقبل بوجهه على الجنة، على هنا بمعنى إلى، فإذا أقبل أي قرب بوجهه إلى الجنة، وقوله رأى بهجتها أي حسنها، كما أن ذكاء النار وقشبها ينال من خارجها، فكذلك الجنة يرى حسنها وينال خيرها من خارجها، لأن كل إناء بالذي فيه يرشح. الوجه الثاني والأربعون، قال سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم قال يا ربي قدمني إلى باب الجنة، فيقول الله أليس قد أعطيت العهود والمواثيق ألا تسأل غير الذي كنت سألت.
برضه سعاده ان ربنا بيلومه وبيجاوبه، كان ممكن يسيب ما يردش عليه. طب ما اهل النار هيتكلموا ويقولوا يا رب ويا رب يا رب، واخد بالك، يا مالك ليقضي علينا ربك. يقوم اللي يرد عليهم مين؟ اللي يرد عليهم مالك. ما جرؤوش يقولوا يا رب لانهم اهل حجاب. غايه ما قالوه نادوا بس حارس النار، يا مالك ليقضي علينا رب. عارف لو هم كانوا اهل فضل كانوا قالوا يا رب خلصنا من اللي احنا فيه. لا، ده راحوا قالوا المالك، ومالك وظيفته يعذب مش وظيفته، يعني راحوا للي وظيفته يعذب بيقولوا له ريحنا. ده هو ربنا خلقه عشان يعذبه، فهمت؟ فده دليل عدم التوفيق، ده دليل الخذلان، لانهم اهل خذلان مش عارفين حتى يخاطبوا ربنا. ولما خاطبوا واسطه خلقها الله من اجل تعذبهم عشان تريحهم، فيعني مخطئين من كل الجهات. ومش كده وبس، ده هم اخطاوا في الخطاب واخطاوا من يخاطبون، ومش كده وبس، ومالك رد عليهم بيقول لك بعد 1000 سنة كمان، مش رد عليهم على طول. ده مالك سامحهم، يا مالك ليقضي عنا علينا ربك، ولا كانه هنا ولا كانه هم بيقولوا له حاجه. وبعد 1000 سنة يا دوب حن عليهم ورد، قال لهم انكم ماكثون. شفت المصيبة؟ فهمت بقى؟ فربنا ينجينا، عشان تعرف ان اهل التوفيق يخاطبوا ربنا على طول. اهل التوفيق، الراجل ده اهل التوفيق كلم ربنا على طول، فهمت المسألة؟ انما اهل النار كلموا مين؟ مالك، خلي مالك ينفعها، واخد بالك؟ فهنا دي نقط مهمة لازم الواحد ياخد باله في التعامل مع الله. عشان كده النبي يقول له ايه؟ ده سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعين بالله، واسأل الله ولو في شعث نعلك. ويخلي املك في الله ورجائك في الله وخوفك من الله وثقتك في الله، كل الحاجات دي النبي صلى الله عليه وسلم عايز يخلينا بعيد عن حال اهل النار. التانيين ثقتهم في مالك وحاطين املهم في مالك، خلي مالك ينفح، فهمت؟ لانهم اهل حجاب، انما المؤمنين حاجه تانية. هنا دليل على طمع ابن آدم، يؤخذ ذلك من كونه لما عوفي من ذلك البلاء ورأى الخير لم يقدر أن يصبر عنه لما طبع عليه. هو ربنا طبعه على حالة لا يصبر على رؤية الخير دون أن يأخذ منه أكبر نصيب. ربنا خلقه بهذه الصورة دي، وخلقه بالصورة دي علشان يسأل ربنا، عشان ربنا كريم. ما هو كان ربنا ممكن يخلقه أنه يرضى بالقليل ويسكت وما يكونش عنده تطلع للأكثر. لا، ده ربنا خلقنا عندنا تطلع للأكثر، وما عندناش قناعة نقنع بأي حاجة يديها لنا، علشان نخلي طمعنا فيه مش في الدنيا. فالجاهل يخلي طمعه في الدنيا، والمؤمن يخلي طمعه في الله. لكن الطمع على فكرة خصلة حلوة لو وجهتها التوجيه المظبوط، لكن خصلة سيئة لو وجهتها التوجيه الوحش. الطمع ما توجهه لله، يعني ربك يفرح بك لما تطمع فيه، والدنيا تضيق بك لما تطمع فيه، فهمت؟ انت مخلوق طماع، خلي طمعك في الله بس يفرح ربنا بيك. فهو خلقك على هيئة على فكرة تقربك إليه، بس انت ساعات تستعمل الأدوات القرب إلى الله تستعملها بطريقة غلط، تقوم تتحجب بيها، في حين ان هو ادها لك عشان توصل بيها. واضح؟ فهنا بقى نفس الحكاية، هو يعلم ربنا ان ابن آدم ده لو اداله كل يوم كباب هيقول له ايه ده وكل يوم كباب، مفيش طعمية، مفيش سلطة، مفيش بسبوسة، مفيش فاكهة، يعني ابن آدم يزهق اما ياخد نوع واحد ولو احلى نوع. بعد شوية مخلوق بالطريقة دي، مخلوق بالطريقة دي ليه؟ علشان يسأل ربه باستمرار ويبقى مفتقر إلى الله باستمرار، مفيش حاجة تغنيه عن السؤال عن ربه. عارف لو هو مخلوق يقنع بحاجة واحدة؟ طب ما خلاص هيستغني بيها عن سؤال ربه. لكن ربنا عايزك تبقى عبد على كل حال. والعبد باستمرار يقول يا رب يا رب. يوم يخلقك على صورة لو ادالك كل حاجة هتقول مفيش حاجة تاني؟ عشان تقول مفيش حاجة تاني هتقولها لمين؟ لو قلتها لغير ربنا تبقى غلطان، لو قلتها لربنا تبقى عبد كويس يديك تاني.
يبقى هو ربنا خلقك ما يملاش عينك الا التراب علشان يبقى طمعك فيه، مش عشان يبقى طمعك في التراب. فهمت بقى المساله؟ فدي نقطه مهمه. فربنا يفرح بالعبد اللي طمع فيه لانه كريم، وابن ادم يضيق بالعبد اللي يطمع فيه لانه شحيح. شوية قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربي اذا لامسكتم ايه؟ خشية. وكان الانسان ايه؟ قطورة. يا جلدة كده، قطورة دي يعني جلدة بلغة المصريين، يقول لك الراجل ده جلدة. جلدة يعني ما فيهوش حتى لحمة ولا نسيرة، يعني مش هتطلع منه بحاجة. والجلدة يعني معناها ترميها، يعني ارمي ابن ادم واخلص منه، روح للي خلقه، ما تخليش طمعك في ابن ادم. وهنا دليل على طمع ابن آدم، يؤخذ ذلك من كونه لما عوفي من ذلك البلاء ورأى الخير لم يقدر أن يصبر عنه لما طبع عليه. طب وطمع الرجل ده كان مزية فيه ولا كان حاجة وحشة؟ ده كانت مزية، كانت مزية. فضل طمعه يدله على أنه يبعد عن النار لحد ما دخل الجنة. طب لو ربنا ما خلقش فيه طمع ما كانش دخل الجنة. يبقى الطمع حلو ولا وحش؟ حلو، بس ما يبقى في الله يوم يدخلك الجنة، إنما ما يبقى طمعك في غير الله يدخلك طرة. مع الجماعة اللي دخلوا في طرة بعد الثورة، لأن طمعهم كان في غير الله، أراضي ياخدوها، أموال يكوشوها، مش عارف يعملوها، يبقى طمعه في غير الله. فهمت إزاي؟ فنهايتهم إيه؟ بورتو طرة، يعني السجن في الدنيا والهوان. فهمت إزاي؟ وهو لما ربنا سجنهم رحمهم، لأن لو كان أطلقهم إلى أن ماتوا كانوا يزغلوا في طغيانهم يعمهون. يبقى هم كمان علشان عبيد مسلمين وبيحبوا النبي، إلا أنهم الدنيا دخلت في قلوبهم، ربنا أراد أن يطيل عمرهم ويدوقهم خسة الدنيا، يقوموا يزهدوا فيها، يقوموا يعرفوا أن هم كانوا غلطانين. يعني حتى ربنا لطيف بعباده الظالمين، لطيف بالظالم زي ما هو لطيف بالمظلوم، لان كلهم عباد لله، كله محتاج، كله مفتقر. فايه دي المساله؟ يبقى الطماع حلو ولا وحش؟ حلو. لمين؟ للطماع في الله. انما اللي يطمع فيا انا يا اهرب منه وما طيقش اشوفه وادعي عليه واقول يا رب يا رب اخلص منه يا رب ما اشوفوش تاني، مش كده برضه؟ لكن اللي يطمع في الله ربنا يحبه. فخلي طمعك في الله لما طبع عليه، فنسي العهود بغلبة الطمع وسأل القرب إلى الخير وهو باب الجنة لعل وعسى. الوجه الثالث والأربعون فيه دليل على أن الضعيف لا يسأل إلا على قدر ضعفه. ده ضعيف، ضعيف الإيمان، ما هو إيمانه اللي مرمطه، ضعف إيمانه ده هو اللي مرمطه ودخله النار وخلاه آخر واحد يطلع، ما هو ضعيف ايمان برضه، خد بالك. وضعف ايمانه ده خلاه يسال بضعف. عارف قوي الايمان يسال بقوه. يعني انا قريت قصه مره عن احد الصحابه، قصه غريبه، يعني انا لو كنت مكانه ما اخطرش في بالي ابعد دعوه لدعاه. وهم مسافرين في غزوه من الغزوات، فاضل على المدينه حوالي اسبوع على ما يوصل، مات الركوبه بتاعته. ماتت الركوبه بتاعته. فقام عمل ايه؟ صلى ركعتين وقال يا رب احيي لي ركوبتي مره اخرى حتى لا اسال احد غيرك الى ان اصل الى بلدي. تخطر في بالك دي؟ الحماره بتاعتك ماتت، تقول لي ربنا يا رب احييها لي؟ ما تخطرش في بالك. لكن شوف خطرت في باله لقوه ايمانه، لانه عارف ان ربنا يحييني. فدي دليل على ان ده صحابي عنده طمع في الله عجيب، يعني بيحس ان ربنا يعمل فيه اللي مش هيعمله الغير، هيحيي له الموت، يعني هيحيله الحمار زي ما احيا لسيدنا عزير. حاجه غريبه يعني ما تخطرش في بال حد، لكن المهم ده حاجه. ويقوم ربنا سبحانه وتعالى يحيله الركوبه بتاعته لحد ما يوصل المدينه، او ما يوصل المدينه تموت زي ما طلب. يعني شوف، يعني كل واحد بيطلب من ربنا على قد ايه؟ قدر ايمانه. كل ما يبقى ايمانك في الله كبير تطلب حاجه كبيره، ما تخطرش في بال حد. علشان كده الحجاج ابن يوسف يقال انه في اخر ايامه كان يقول لربنا ايه؟
يا رب كل الناس يزعمون أنك معذبي، يا رب اخلف ظنه. ما ربنا خلف الظنون، يعني دليل ان الحجاج برضه بيعرف يسأل رب، يعني بيقول هم كل الناس بيقولوا علي انك هتعذبني، لكن انا املي فيك انك تخلف ظنه، يعني ده لسه عنده ثقة في الله بالرغم انه سفاح. فهمت بقى المسألة؟ فهي الحكاية كلها انك انت لا تفقد طمعك في الله ابدا مهما حصل، لان اللي بييأس يبقى ده مذهبه ابليسي، اللي ييأس ده ابليس، واي واحد ييأس يبقى ابليس المذهب، واحنا عايزين نبعد عن حال ابليس. الوجه الثالث والاربعون فيه دليل على ان الضعيف لا يسأل الا على قدر ضعفه، يؤخذ ذلك من سؤالي اولا بان يعافى من قربه من النار ولم يتجاسر ان يطلب ما طلب ثانيا، فلو نظر لمن يطلب منه لطلب اولا الذي طلب اخرا، يعني لو كان الحكايه من اوله قوي الايمان كده كان طلب من ربنا على طول من اول مره، يا رب انا شفت النار بقى وريني الفردوس الاعلى، عايز اشوف النبي بقى، يروح على طول نقله من الحته المصيبه دي لحد يديها له مره واحده، ما هو قادر. فاهم؟ يقول له زي ما وريتني اوحش حاجه يا رب وريني احلى حاجه، انت قادر. لكن لا، ده هو بيتكلم من ضيق ايمانه هو، مش من سعه رحمه الله. فانت لازم تطلب من الله من واسع، تطلب من الله ايه؟ من واسع. كنت مره عندي عيان من حوالي 4 سنين كده، عنده سرطان في المريء، مسكين ربنا يرحمه، راجل كبير وطول النهار ريقه ده ما بيعديش، يعني مفيش حاجه بتعدي من الورا، لدرجه ريقه ده نازل طول النهار. فبقول له احنا هنحاول نركب لك انبوبه بس يعدي مجرد ريقك بس كده لحد ما نحضرك ونشوف هتعمل العمليه ولا لا، لان ممكن قلبه ما يستحملش العمليه. فبيقول لي تعرف يا دكتور انا بسال ربنا يا رب بس ابلع ريقي. قلت له يا سيدي اسال ربنا ان يعافيك تماما دنيا واخره. تقول لي ريق ايه؟ ما هو هيخليك تبلع ريقك بعد شويه تقول لي عايز ابلع لحمه، ويبلع اللحمه بعد شويه عايز ابلع طعميه، هنقعد بقى نقولها المنيه بقى، اجيب لك المنيه بتاعت المطعم وتسال كل يوم على سطر؟ اسال ربنا من واسع يا عمي. كان والله كان يقول كده يا رب بس ابلع ريقي. وبعدين في الاخر الراجل مات، ربنا يرحمه ان شاء الله شهيد، نرجو ذلك لانه قاسى وعانى. لكن انا بفهمك ازاي تطلب من ربك، ازاي تطلب من ربك، ما تطلبش من ربك على قد وسعك. كان برضو عيان تاني كان عنده في المبرة، مستشفى المبرة، كان عنده التهاب مزمن في العظام، وكل سنة يخش يقشروا له حتة من العظم بتاع رجله لأنها إيه راكب فيها ميكروب، أوستيومايلايتس اسمه، مرض كده مقرف، أما يعني يشبك في العظمة خلاص يعمل سوسة، كل شوية السوسة يشيلها الجراح وبعد سنة تبان في حتة تانية يشيل، وبعد سنة ويجبس وما يحطش رجله الأرض 3 شهور، وبعدين بعد 3 شهور يفك الجبس يقول لي حط رجله على الأرض مع عكاز، وبعدين تظهر السوسة تاني يدخله تاني، شيل رجلك من على الأرض ونجبسه 3 شهور، وبعدين حط في رجلك شهر تاني بالعكاز. الراجل دخل العمليات، فبسأله مرة وهو داخل بقول لي دي المرة كام؟ قال لي دي المرة 16. عندك كم سنة يا ابني؟ قال لي عندي 35 سنة. دخل 16 مرة العمليات. فبيقول لي تعرف يا دكتور أنا بس نفسي إن ربنا يخلينا أحط رجلي الأرض، أقصى ما يتمناه. شوف إحنا كلنا بقى حاطين رجلنا الأرض. كان واقف معايا دكتور التخدير قبل ما العيان يقول لي الكلمة دي، قاعد بيشتكي الدنيا زحمه ومش عارفين نعيش ومش عارفين ناكل ومش عارفين مش عارف ايه والغلا. وبعدين دخل الراجل ده زي الدش كده كان ربنا بعته لنا، فبيقول اقصى ما اتمنى احط رجلي الارض. فبصيت لدكتور التخدير قلت له احمد ربنا انك حطيت رجلك على الارض، بس هي دي نعمه كبيره اهو، الراجل اهو مش تقول لي مش عارف اعيش. فالواحد لازم يعرف ان النعم، ان احنا غرقانين في النعم بس مش دريانين بيها، اول ما نفقدها نبتدي ايه نتعلق بيها بقى. واحد مش عارف يبلع ريق، وانت بتبلع ريقك بدون ما تشعر، وانت نايم وانت صاحي وانت قاعد وانت بتصلي وانت بتتكلم وانت بدون ما تشعر، نعمه مش واخد بالك منها، بتاخد نفسك بدون ما تشعر، كل دي نعم كبيره.
فلما الواحد يجي في ايدها يعرف قد ايه ربنا كان منعم عليه. بتبص كده وتشوف حيثما توجهت، وفي نفس الوقت عينك وهي ميه ما بتجفش عشان بتبربش بدون ما تشعر بالبربشه. طب خلي بقى شعرايه تخش عينك بين جفنك وعينك، كل بربشه مني تخربش جوه عينك، تضايقك، تقوم تقلقك، تبقى مع كل بربشه بعد ما كنت بتبربش وقاعد مبسوط طول النهار مش حاسس بكده، حاسس بان عينك فيها حصوه وفيها حجر قد كده، وهي كل الحكايه اللي جواها ايه؟ شعره. لكن انت تشعر بها انها كانها حجر جوه العين. فكل دي نعم، ربنا خلقنا في صوره ضعيفه اي شيء يقلقنا علشان نبقى باستمرار نقول يا رب. عارف بقى لو خلقنا في صوره قويه واي شيء ما يقلقناش كنا طغينا وروحنا في 60 ده. كلا ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى. اول ما يستغنى الانسان يطغى. فربنا يجعل افتقارنا اليه وحاجتنا لديه سبحانه وتعالى، ويلهمنا رشدنا ويلهمنا السؤال المناسب في الوقت المناسب. لان كان سيدنا عبد الله بن عمر كان يقول اني لا احمل هم الاجابه ولكن احمل هم الطلب. انا هطلب ايه؟ هو ربنا هيجاوب، هيجاوب، بس انا اقول له ايه؟ فربنا سبحانه وتعالى يرزقنا السلامه في الدنيا والاخره. ونقف على الوجه الرابع والاربعين ان شاء الله غدا باذن الله. يا الله يا كريم. اللهم يا غفار الذنوب وماحي العيوب ومفرج القلوب، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله المتحقق باسمك الغفار، فتنازل عن حقه لامته، وكلما اوذي قال اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون، فحققت ماموله فغفرت لاجله ما فعل في حقه ببشارة ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، صلاة أنال بها إرثا من هذا الاسم، فأتصدق بعرضي على المسلمين وأغضي الطرف عن عيوبهم، وأسترهم لتسترني، وأغفر لهم لتغفر لي، وأحسن إليهم لتحسن إلي، يا غافر الذنب وقابل التوب يا الله. اللهم يا قهار، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، الذي قهرت به المعدوم فأخرجته للوجود، وقهرت به الموجود فكان طبقا لمرادك، وقهرت به الظلام بأنوار الإيمان والإيقان، وقهرت به الكفر بظهور الإسلام، وقهرت به الجهل بالعلم والعرفان، وقهرت به الشهوة والعصيان بالطاعة والإيمان، وقهرت به الغفلة بالمراقبة والإحسان، صلاة أقهر بها الشيطان فلا يكون له علي سلطان، وأقهر بها النفس فتنقاد للطاعة وتتبرأ من الهوى، وأقهر بها العقل فينقاد للشر وينجو من الاعتراض، حتى أصير سيفا من سيوفك تقهر بالجبابرة والكفار وتنصر بالصالحين على الفجار، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا وهاب، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، الذي تحقق باسمك الوهاب فكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ولا يخاف من ذي العرش إقلالا، صلاة أتعلق بها باسمك الوهاب فأتعرض لعطاياك الظاهرة والباطنة حتى أستغني بك عن طلبي وأتخلق به فأكون وهابا للعباد، فلا أرد سائلا ولا أخيب رجاء راجا، وأتحقق به فيكون ثقتي بما في يدك أكثر من ثقتي بما في يدي، بل أكون بك ولك وإليك متوكلا عليك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.